فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ان شاء الله النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن قبيلة من اهم القبائل الافريقية، هي قبيلة الماساي. قبيلة الماساي هي مجموعة من القبائل التي تتواجد في كينيا وتنزانيا، وهي قبائل مغلقة على نفسها، يكرس الفرد فيها حياته فقط لرعي وتربية الأبقار، وهي قبائل مسالمة، إلا أنهم في نفس الوقت محاربون أشداء وأقوياء جدا عند الحاجة للدفاع عن أبقارهم، لذلك يخشاهم جيرانهم ولا يدخلون معهم في أي صدامات. ولقد حاربت قبائل الماساي الاحتلال الإنجليزي فيما بين عامي 1904 و1913، ولم يخضعوا لحكامهم الجدد، وأثاروا الكثير من المشكلات الأمنية للإنجليز، ودخلوا في حروب غير متكافئة إطلاقا بين السهام والرماح من جهة، والمدافع الرشاشة الآلية من جهة أخرى، فقد دارت معركة بينهم وبين الإنجليز في منطقة نيفاشا، حيث أبيد منهم جيش ضخم غير منظم زاد على 3000 قتيل في مقابل جندي إنجليزي واحد فقط. الفئة المميزة في قبائل الماساي هم فئة المسنين كبار السن، الذين يحظون بتقدير من أفراد القبيلة لخبراتهم الطويلة في الحياة وحكمتهم. أما النساء فهن يحظين بنفس المكانة للمسنين. ويتميز زعيم القبيلة عن غيره بارتداء قبعة من لباد الأسد، أو وضع ريش النعام الأسود على الوجه للدلالة على المكانة الاجتماعية والشجاعة والنفوذ لهذا القائد. تتميز نساء هذه القبيلة بالحلي المصنوعة من الخرز على شكل حلقات بيضاء توضع على الرقبة، كما أيضا أنهن حليقات الرأس وحافيات الأقدام. من العادات والتقاليد عند قبيلة الماساي بأنهم مبدعون في تلوين أجسادهم السمراء العارية بالألوان الثابتة الموجودة في معتقداتهم، وهي الأبيض والأحمر والأخضر والأزرق والبرتقالي الطيني، حيث يحظى كل فرد بألوان حسب عمره من مرحلة لأخرى ومكانته الاجتماعية على حسب عدد ما يملكه من رؤوس أبقار وماشية. يقوم الشباب ويعرفون بالمحاربين ببناء معسكرات مكونة من الخيام من القش المدبب المحكم على امتداد أراضي الرعي، ويسعون وراء ماشيتهم من أجل تنميتها وحمايتها من أي خطر يتهددها. أما من حيث قانون القبيلة في الماساي، دائما يتم الفصل الرجال الكبار وزوجاتهم وأطفالهم عن الشباب الذين لم يبلغوا سن النضج بعد، فلكل معسكر خيمة خاصة به. عندما تبلغ الفتاة سن الزواج تزوج فورا وبدون أخذ رأيها لأول رجل ناضج يدفع مهرها بقرا. ومن العادات المقيتة العادات السيئة التي لازالت موجودة في قبيلة الماساي أن الفتيات حتى بعد زواجهن يحتفظن بعلاقاتهن المحرمة مع الفتيان المحاربين في القبيلة. عندما يكبر الفتيان يمنحون عددا صغيرا من الأبقار وسلاحا لكي يبدأوا به حياتهم، ويتم تغيير اللون لهذا الفتى، يتم تغيير لونه ولباسه، ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن القطيع والأدوات. وقبل أن ينطلق في البراري للرعي يتعلم أسرار العلاج الشعبي بالأعشاب ليواجه به حياة المراعي القاسية في إفريقيا، حيث أن قبائل الماساي
اكتسبت سمعة بأنهم الأفضل بين القبائل الإفريقية في العلاج بالأعشاب، ويتعلم كذلك دروس في الحكمة عن طريق مجلس حكماء القبيلة ليواجه تداعيات الحياة. أما فيما يخص حياتهم الاجتماعية، تسكن قبائل الماساي في خيام من الجلود والطين والقش، تتراوح أعدادهم بين 10 إلى 20 خيمة تسمى أنجانج، خيام مخصصة للمتزوجين محاطة بصور كثيف من الأشجار الشوكية لحمايتها من الأعداء والحيوانات المفترسة. وتنقسم المعسكرات الثلاثة لثلاثة أقسام: قسم للشباب المحاربين مع أمهاتهم، وقسم للفتيان والفتيات الذين لم يبلغوا سن النضج بعد، وقسم لكبار السن. دور المرأة في قبيلة الماساي دور محلي جدا، فهي تعمل على تربية الأطفال وإحضار الماء والحطب وبناء المنازل وتصنيع الحلي وعمل الملابس وذبح المواشي وتوزيع الألبان وفصل منتجاتها. وعلى الرغم من سيطرة الرجل وملكيته، فإنه لا يسمح له بدخول المنزل إلا بإذن خاص من زوجته، فالمنزل يعتبر ملكيتها الخاصة. فيما يخص تقاليد الزواج، من العادات الاجتماعية الموجودة الغريبة الموجودة في قبيلة الماساي أنهم قد يزوجون الفتاة قبل ولادتها، ويحق للرجل أن يتزوج 10 سيدات معتمدا على عدد أبقار. كلما زادت عنده الأبقار كلما زادت فرصته في الحصول على عدد أكبر من الزوجات. أثناء العرس تحلق العروس شعرها تماما في إشارة للولاء لزوجها، وتذهب لمنزل الزوجية بحليها وخبزا خاصا مصنوعا من الدقيق والعسل وكذلك والهدايا المرسلة من منزل أهلها. كذلك لا يعترف الماساي بعقم الرجال، فإذا كان هناك رجل عقيم فإنهم لا يعتبرون هذا عيبا، ولا يكون الطلاق واردا إطلاقا. ومن العادات الغريبة أيضا أنه عندما يموت شخص من القبيلة فإنه يلف في جلد بقرة ويتم ذبح شاه ويمسح جسده بشحم الشاه وحتى لا تهيم روحه، فيحارب مع الحيوانات الغابة الضارية ويدفن في ظل شجرة، بحيث يكون على رأسها هرم من الحجارة يحييه كل من يمر بجانب قبره. يرث الابن الأكبر أبقار أبيه ونسائه، والابن الأصغر يرث أبقار الأم حال موتها، بينما الابن الأوسط يرث أبقار أخته حال موتها أو زواجها. وهم يعشقون الموسيقى والرقص، فالشباب يقفزون لأعلى وسط دائرة والفتيات يتمايلن. الغذاء المحبب لقبيلة الماساي هو اللحم واللبن، وهو الغذاء الأساسي لهذه القبيلة. وغير الطبيعي هو شربهم لدماء الأبقار لاعتقادهم أنها تعطي بروتينات أكثر من اللحم واللبن. ومراسم شرب دم البقر يتم عن طريق إطلاق سهم على رقبة البقرة، ويجمعون الدم في وعاء خشبي ويخلطونه مع الحليب، ويصبح كوكتيلا غني بالبروتين والحديد والكالسيوم. ويقبل المحاربون على شرب اللبن والدم أثناء الطهارة. أما بالنسبة للإناث فإنهن يستحممن في ليل بارد للتخلص من أوزارهن القديمة، ثم يلبسن ثياب سوداء ويتم ختانهن بعد طلوع الشمس مباشرة. فئة المحاربين في قبيلة الماساي هي فئة مميزة جدا، وتتميز بلباسها، فهي ترتدي اللباس الأحمر والشعور الطويلة، ويتقنون استخدام الرماح القوية والأسهم أيضا. ويعد صيد الأسود من التقاليد المتوارثة لدى قبيلة الماساي التي تظهر القوة والحكمة والمهارة، وتعتبر تميز لابد منه لمحارب الماساي.
صيد الأسد يتم أما بصورة فردية وهي قمة الشجاعة، أو في صورة مجموعة من 5 محاربين، وهذه التقاليد تظهر مقدرتهم على التغلب على خصم متوحش وغير إنساني. عند الظفر بالأسد ورجوع به يقام احتفال لمحارب النخبة يستمر أسبوعا، ويصبح المحارب الذي اصطاد الأسد أولا ضيف الشرف الأول والمفضل عند النساء، ويتقلد جائزة خاصة تظل معه حتى وفاته. أما عن معتقداتهم الدينية فهم يعتقدون أن لهذا الكون هناك إله يسمى إنكارا، وهذا الإله مقيم فوق فوهة جبل كليمنجارو البركانية، وأنه قد نزل من السماء، وأنه قد وهب الأبقار لهذه القبيلة. لذلك تجد نوع من الترابط الوثيق بين هذه القبيلة وبين الأبقار كنوع من أنواع المعتقدات الدينية. وفي النهاية أتمنى أن تكونوا استفدتوا، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.